ليه ليه يعني اطلاعات ولا حاجه في الموضوع. لكن والله على ما اقول شهيد، ولو كده تطلع كامله تكذب الكلام ده. ان انا ناقشتها بكل صدق ان فعلا لو كان عندها مشكله ماليه انا كنت هتحملها واردها تاني، ولو هي عندها مشكله يعني مع جوزها خلاف نقدر نحله منه. ثم خيرتها بين بالنسبه للحل يا كامله، عشان ما تحسيش يا بنتي ان اتحطيت في امر واقع ولا حاجه زي كده، لو عايزاه سرا انا هتصل بجوزك واجيبه زي حاله قبل منها انا عملتها. لحظه بقى، يعني لو انت قلت لها لو في مشكله عايزه تتصلح سرا، انت هتتصل بزوجها واجيبه ونقعده ونصلح المساله زي حاله انا عملتها باسم ايمان جرجس نظير جرجس بنت قس انجيلي من اسيوط، وابو جوزها قس انجيلي. الموضوع كبير. انا اتصلت بجوزها بجوز ايمان دي وجبته عندي البيت وقعدت معاها حضرتك بعد ما كانت اشهرت كمان. عرفتها وقعدت معاها وسبتهم مع بعض فتره، قلت لها بعد ما تخلصي يا ايمان عرفتي تبقى ايه قولي لي بقى خدي قرارك. فخدت قرارها وقالت لي ماشيه معاه، فكتبت قرار لا زال عندي وسلمتها له. مشيت معاه. وتطلع ايمان تكذب، ويطلع جوزها عماد اخنوخ بتاع حي السادات اسيوط يطلع كده. مشيت وصلت المحطه هناك، وصلت عنده البيت وراحت متصله جايه لك، حطت رجلها في بيتها قعدت ساعه وقالت لي جايه لك. انا رجع تاني دي في قس مش قس، لا هو ابوه قس وهي بنت قس. هي بنت قس. ورجعتها بدون اي حاجه. جات لي مره تانية، قعدنا حاورناها وكلمناها وبتاع، عملت عمليه وشالت الصليب. وبالمناسبه كاميليا مش عامله صليب ولا يعني دي اماره ان كاميليا مش دقه صليب. لا انا هقول لك امارات اكتر بقى، ويطلع ابونا تداوس يكذبني. هو احنا انا لسه اقول لك، بس مش عايز اضيعلك. انا بس عايز اسال في نقطه، يعني حضرتك عرضت عليه ان لو في مشكله بين زوجها وبينه هو يتدخل يصلحها لو في. انا عايز انا عايز حضرتك يعني ايه، يعني اللي انا عايز اقوله بس ان مفيش ذئاب مفترسه بتخطف المسيحيات من الشوارع. مش كل مسيحي يطلع حضرتك يطلع حد منهم يقول انا جيراني حضرتك مسيحيين، نعم عرفت نصارى، يطلع حد منهم دلوقتي يقول ان انا ما بعملش صلح بين النصارى عندنا. يعني حضرتك ما شاء الله بتصلح ما بين النصارى. ما بين النصارى هناك، يطلعوا جيراني واهلي، وانا قلت انا من ارياف صملوط ومعروف لدى الناس. نعم. هناك. نعم. يطلع حد يقول الكلام ده، يقول ان ما بيحصلش، يعني تمام. ان بعض الاباء هناك ابنه الاباء اللي هم الابهات مش الاباء الكنيسه بتحصل بينه وبين ابنه مشاده بتاع، بيجيب له ابنه عايزك تعلمه عايزك تأدبه كده عايزك ممكن الواد يقعد معايا فتره بتاع علشان اعلمه. لو هو عارف ان انا ذئب خاطف وكلام من ده في سبب حملان زي ما بيقولوا والكلام من ده، ما كانش يجيبها لحد عندي. صحيح. او يجيبه لحد عندي. معلش انا بعتكف كل سنه، فباجي في الاعتكاف بعد ما نظم الاعتكاف اول يوم، تاني يوم بتصل بالاخوه النصارى اللي حوالينا في المنطقه ويطلعوا يكذبوا هذا الكلام. ما فيش سنه ما حصلتش، عرفت من 10 سنين بتصل بيهم، بييجوا بزيهم عرفت ازاي، يجوا يفطروا عندي في المسجد ويقعدوا من صلاه العصر عندي في المسجد لحد صلاه العشاء، ويفطروا وانا اخدمهم بنفسي انا والناس، يفطروا معانا في المسجد ويطلعوا ينصرفوا على صلواتهم وعلى كده. وهم بيقعد يختار لنا يقول لنا تصلوا العيد فين، طب ابعت لك الجرار الزراعي يصلح لك الحته دي عشان تصلي فيها، طب يطلع لك عرفت. مفيش كلام اللي يعني مفيش اي كل ما اشيع وكل ما قيل عشان يداروا على قضيه اسلام كاميليا وان هي انسانه اختارت الاسلام بكامل رضاكم. كل ما اشيع يعلم الجميع القريبين من كاميليا او القريبين من الشيخ ابو يحيى او القريبين من المنطقه السكانيه ان كل هذا كاميليا اسلام له من الصحه. طبعا. بل ان الشيخ ابو يحيى قال لها لو انت مشكلتك مع المله الارثوذكسيه ممكن تحولي كاثوليك. وده الكلام لكل حضرتك لكل الناس. يعني كان في تدقيق ان هي تكون مختاره الاسلام لمجرد الاسلام. وبعدين انتقلت معاها لجانب تاني. نعم. عرفت طيب انت ليك علاقه بشاب ومسلم في وعد في بتاع في الكلام من ده. يبقى هو ايه يعني يشيل القصه. نعم. ليه انا ماشي انا ادلك الازهر اهو الشهر العقاري اهو وزاره العدل اهي البتاع ايه هساعدك، لكن انا موضوع واحده جايه مع واحد بتاع الكلام من ده وعلشان حب وغرام ماشي انا اساعدها ادلها وارشدها واحاول اجمع بينهم وكده في الحلال، لكن انا ما تبقاش عندي لانه الجماعه اللي جايه حب وغرام مش دين، ممكن تقع في اخطاء او ممكن تكون واقع هي في اخطاء. نعم. ما تلوثش بيها انا. صحيح عرفت. فلقيتها هي ما شاء الله قالت لي يا شيخ انا جايه الاسلام، انا مسلمه من سنه ونص تقريبا. الله اكبر. لحظه، هو نقطه نظام وانتباه، جات لحضرتك وقالت لك انا مسلمه من سنه ونص تقريبا سر في منزلها تمام.
بس فسالتها طب ايه اللي مضايقك ده زي القمر اهو مسمسم وحلوه وبتاع والكلام ده، انت عارف ان انا بهرج كتير وكده يعني. عرفت يعني ده ممسوح يا بنتي وكلام من دي، وبعدين اذا التصقوا الجسدين فصاروا جسدا واحدا وكلا، فانت ممسوحه زي يعني خلاص انت كده، وبعدين انت تصونا يعني وكده. فقالت لي انا يا شيخ والله ما لي علاقه باي شاب مسلم ولا كلام من ده. اه بعض الاخوه كنت انا بسالهم عن الاسلام يزولوا لي شبهه يعني كده، يدلوني على كتاب يدلوني، لكن فقلت لها طيب ايه اللي لفت نظرك؟ يعني امتى اسلمت وليه اسلمت وكده؟ فقالت لي انا ليا ابن خاله اسلم من فتره، من 3 سنوات تقريبا. اه قالت لي من فتره، ابن خالتها في القاهره. اه قالت لي لك وهو راح القاهره. اه نقطه، هو ابن خالتها اسلم بعد ما كانت عن طريق انه بدا يبحث ويهتدي وكده. اخت ابن خالتها كانت متجوزه من قسيس في منطقه الضاير، وحصل مشاكل كبيره جدا بينه وبينه. لا هي ما حكتليش الكلام. وهي اسمها صوفي، انا متابع القصه يعني. وطلبت ان هي بالخلع، طلبت ان هي تطلق فلم تطلق طبعا، طلبت ان هي تنفصل لم تنفصل، فاضطرت ان هي ترفع قضيه خلع لان كان عند لديها اسباب، يعني احنا نستحي نقول هذه الاسباب، لكن كان اسباب قويه جدا، وطلبت ان هي تخلعه وخلعته. لما خلعته الكنيسه حرمته ومنعته من دخول هي كمان تقريبا. هي ما كانش عندها فكره عن الكلام ده غير ان، لكن هي اللي قالت لي ان هو اسلم من فتره يعني، وانا كنت معجبه باخلاقه وبرايه وبتاع والكلام من ده، وانا كنت صغير شويه لكن سمعت يعني اللي اتقال عنه بتاع، فلفت نظري واحد بالمكانه دي واللي زي ده. هي قالت انا عارفه انه في القاهره يعني انا، ولكن ما اعرفوش. فلفت نظر الناس، قالت في مره من المرات وانا في البيت بنشر غسيله او حاجه، طلعت سمعت خطبه جمعه عن صفات النبي محمد واخلاق النبي محمد، فبدأ عجبتني الشخصية. ربنا يستر ما لناش خطر الجمعة. فالمهم طلعت أقرأ، وعملي وأنا لسه طالبة كنت بقرأ، وأنا مدرسة في مكتبة المدرسة، كنت ممكن إيه أشوف حاجة أقرأها، وحسيت بحب وحنين للإسلام ورغبة شديدة جدا، وأنا بحب الحشمة وأحب فكنت بلبس لباس الحشمة، فيجي جوزي يقول لي ده لبس العبايط. ايه لبس العبايط لا لبس عايز العبايط. ده لبس العبايط كده وعبيطه فيه كده. جوزها القس متضايق ان هي بتلبس لبس محتشم. وعايزها تلبس ملزق ومحزق عشان تبقى زي مرات ابونا فلان ومرات ابونا علان. زي مرات ابونا فلان ومرات ابونا علان. باللفظ كده. طبعا وضرب طبعا وما يعرفوش عن الباسكوليه، ما يعرفوش عن الكتاب المقدس، ما يعرفوش عن الاوامر اللي بتلزمهم بالحكايه. ورسائل بولس. طبعا يعني تصمت نسائكم في الكنائس تخضع وتغطي رؤوسهم ولا تغطي فكان محلوقه وتحلق بالوقار والحشمه. لما بنكلمهم يا جماعه غطوا يقولوا ده في الكنيسه بس. المهم فهي كانت يعني عوضا على الحجاب بتحط برنيطه كده بتحط. احنا كاب، واحنا نشرنا في المرصد صور ليها وعندنا صور، وهي لابسه كاب على شعرها بدل ليه من سنه ونص يعني. ليه انا متذكر كلمه من سنه ونص بالظبط، وليه هي قالت عليها وكده؟ قالت لي ان انا، فانا بقول لها انت عندك ولدين؟ قالت لي انا عندي ولد واحد. نعم. انا كنت يمكن قريتها بالخطا في النت. نعم. بالليل، لان بقول لك كنت مرهق وتعبان وكده. فقالت لها ولد واحد هو عمره سنتين، وقالت من كان الواد عمره ساعتها 6 شهور لما بدات انا ينشرح صدر الاسلام وابدا افكر فيه وبتاع وكده. فقالت لي فانا بدات اوطن نفسي ان انا اسيب البيت واسيب ابني، فمنعته من ثديه ويطلع ابونا يكذب الكلام ده. من سنه ونص، ودي امارات بتنشر على المرصد للمره الاولى. ان هو ام وامها وابوه وابوها وناس من النصارى هيلاقوهم عارفين الكلام ده، جبته منين انا بقى؟ صحيح. عارف؟ قالت لي فانا بدات امنعه من صدري وعوده على لبن حليب نيده في ميه بارده. عرفت باللفظ ليه؟ قالت لي عشان انا يعني عارفه نفسي ان انا ممكن اسيبه في اي لحظه، يبقى اي حد حتى يدوب له معلقه كده ان شاء الله، حتى من المسلمين من اللي في الشارع، من اي حد يعني كده يدوبها له يعيش. يعني ما رضيتش اعوده على حاجه معينه كده يعني فكده. وبعدين بدات انا اعوده ما ينامش معايا، ما يعملش، عارف؟ فكنت اخده وانا رايح المدرسه اسيبه في الحضانه ينام. قالت وهادي جدا وديع وكده ينام، ولو انا راجع اجيبه معايا احطه جنبه ينام، او احطه بعيد عنه انا نام ينام برضه مسكين وهادي وبتاع وكده يعني. وانا معوداه انه ما يتعلقش بيا، وده اللي حتى ابوه رايح اكليل يعني رايح فرح مش هيله. ليه؟ هي علشان يعني معوده الولد على انه على البعد. قالت علشان هو يتعود وانا اتعود. فانا بصراحه قلت لها كمان طب ما جبتوش ليه معاك؟ ما جبتوش ليه؟ علشان ما تعبناش بقى بعد كده نقعد تخلي المحامي يرفع لك ان ضم وبتاع وكلام من ده وحضانه، وانت ليك الحق في حضانته، ما لم تتزوجي فان تزوجت حضنت امك. ففرحت جدا في النقطه دي، وقالت لي هو يا شيخ
قالت لي اولا انا ما كنتش عارفه مصيري، ما كنتش عارفه نفسي لما اخرج هيبقى ايه ولا ايه الوضع معايا ولا كده يعني. فما حبيتش الواد عزيز معايا، دي نقطه. ثانيا ما حبيتش ان يبقى للنصارى مغرز او مغزى انه ده خطف ابننا، احنا مش عايزينها، هي عايزين ابننا. يعني هي عايزه تنجو الى الاسلام ولو ان تترك ضناها او ابنها وراها، بس الكلام ده قالته لي باللفظ بقى بعد كده لما انا جيت امتحنها بقى وقلت لها. طيب لما لقيتها بقى كده ان هي عايزه الاسلام، قالت لي ارد انا بقى، عرفت ارد انا بقى. خلي بالك شوف انا سائلها منين، وهي من ادابها وحيائها مش عارف ارد انا بقى. قلت لها، قالت اولا من ناحيه الخلافه الماليه اذا كانوا هم تركوا النقطه دي، خلافه ماليه ايه؟ ده هو كان هو بيجمع اموال تبرعات اموال من الكنيسه، فكان واخد منها 35,000 جنيه مش على بعضها يعني مفرقات، فتح لي حساب باسمي علشان ما يبقاش نافع، فاتح هو باسمه 35,000 جنيه، رحت انا سحبتهم وحطيتهم له في ظرف وسبتهم له على السرير. نقطه يعني يا شيخ ابو يحيى، انا اسال سؤال، هل اسال ابونا اقول له لقيت على سريرك 35,000 ولا لا؟ اعترف وابوها لوالدها يقول ان هي سحبت الفلوس من متعلقاتها، لكن الفلوس دي هل هي كانت فلوس تبرعات؟ السؤال سالتها انا بقى، سالتها مرتب جوزك كام؟ يعني هل هي مختلسه ولا فلوس تبرعات؟ هل هي قالت لي جايبها من كريم؟ دي احد اسباب خانقتها. يعني قلت لها القمر ده والبتاع والكلام من ده وسايباه ازاي والكلام من ده فقالت لي اللي بتشوف في اللي بيتقال في الكنيسه حاجه، ممثل اللي بيتقال في الكنيسه حاجه واللي تشوفه هنا حاجه تاني. فقلت لها طب معلش، ما انت يا كاميليا والله على ما اقول شهيد هذا الكلام حصل. نعم. قلت لها طب معلش يا كاميليا، ما انت حتى لو ربنا كرمك واسلمت وخلصت ممكن تتجوزي اخ، ممكن تلاقيه حاجه وفي البيت بقى لما يتعرى قدامك تشوفيه الانسان البشر. نعم. عرفت؟ البشر العادي يعني لما يتعرى قدامك، واقصد يتعرى قدامك مش لازم يتعرى. نعم نعم. لا لما يتعرى قدامك تشوفه طبعا. ممكن تلاقي بعض الاخوه مر جدا، وممكن تلاقي بعض المشايخ مر جدا ووحش جدا يعني، فدي مش نقطه. قالت لا يعني المفروض انت ابونا خلاص يعني، لا تكذب لا تسرق لا، وده موجود. عرفت؟ لا تكذب ولا تسرق موجودين دول. بيكذب ويسرق. اللي بيقولوا في الكنيسه حاجه واللي في البيت حاجه. 35,000 جنيه مختلسه من فلوس. فسالتها هو مرتبه كام حضرتك؟ فقالت لي تقريبا 800,000 كده تقريبا. من 800,000 مرتب. اسال ابونا بقى الكلام ده صح ولا غلط؟ نعم. عرفت؟ فطبعا مش هتوفر من يعني مش يعني مش هيوفر منه. فقلت لها هو حصل على ايه؟ معاه كليه لاهوت يعني؟ قالت لا، ابونا ما معاش كليه لاهوت. ليه؟ قالت لي المطران بتاع دير مواس يختلف عن الناس. ليه؟ قالت لي ما بيرضاش يعين الحاصلين على كليه اللاهوت. واسال ابونا بقى وروحوا شوفوا معين كام حد. انا بقول له حقائق. بيقول بيعين اللي من غير الشهادات، وما بيرضاش يعين اللي معاه الشهاده. هو في نقطه مهمه جدا هنرجع لها ان شاء الله بعد الفاصل، لقضيه كليه اللاهوت وتعيين كليه اللاهوت. فاصل ان شاء الله نكمل الحوار المثير مع الشيخ ابو يحيى السرماوي. السرماوي. ماشي.